يحيي العالم اليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها 2017 تحت شعار الإصغاء أولا. يهدف الاحتفال إلى الإصغاء إلى الأطفال والشباب باعتباره الخطوة الأولى لمساعدتهم على نمو صحي وآمن. هي مبادرة علمية لزيادة دعم الوقاية من تعاطي العقاقير المخدرة، وبالتالي فهي استثمار فعال في رفاه الأطفال والشباب وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وتم تخصيص يوم 26 من يونيو حزيران من كل عام ليكون يوما عالميا لمكافحة المخدرات، لما لها من مخاطر جسيمة تهدد العالم وتمثل ظاهرة تلقى مقاومة شديدة من الحكومات لمنع انتشارها. ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي المقدم دكتور جمعة سلطان الشامسي، مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور وبينعاد عليك. إذا شعار 2017 الإصغاء أولا، إلى أي درجة وكيف سيركز هذا اليوم على موضوع التوعية والإصغاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل سنة طيبين، مبارك عليكم العيد، وينعاد علينا إن شاء الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير والمن والامان. طبعا احنا نقول احنا في اللي هو احنا عندنا 26/6 اللي هو اليوم العالمي لمكافحه المخدرات. هذا اليوم مثل ما قلت قبل شوي في شعار عالمي اللي هو الاصغاء اولا، انه المفروض ان كل واحد صاحب اسره ولي امر يصغي لابنائه. احنا عندنا في شعار داخلي لدوله الامارات اللي هو كان كن مع ابنائك يكونوا بخير. مقتبس فكرته من الفكره العالميه. دائما احنا نقول انت كولي امر كل ما كنت قريب من ابنائك كل ما كنت معاهم، هذا لما لو صار عنده مشكله بيتقرب منك وبيتكلم وبيطلع اللي عنده كله. صحيح. فاحنا نقول عمليه ان احنا نقول الاسباب الرئيسيه دائما للتعاطي معروفه ومتكرره على مدار السنوات في مقدمتها اصدقاء السوء. فانت كولي امر لو كنت قريب من ابنك تسمع له تصغيله تشوف مشاكله تستوي صديقه، فبالتالي هذا الولد او هذا الابن او هاي الابنه باكر ما بتخاف من المخدرات، لان في شخص يسمع له اذا عنده مشكله ينصحه يوجه التوجيه الصحيح. فبالتالي احنا نقول دور الاسره مهم جدا في عمليه الحفاظ على النشء. احنا دورنا الدور الثاني بعد دور الاسره وبعد دور المدرسه. احنا دائما في مواضيع التوعيه نركز على موضوع ان احنا نوجه الاسر ل دائما محافظه على ابنائهم، متابعتهم، الرقابه، احنا ما نقول رقابه بر الصيغه اللي هي ما تحسس الواحد بشخصيته، ولكن متابعه لبعض التصرفات احنا نقول اللي هي يمكن تتغير، وبالتالي نعرف ان في مشكله صارت في البيت. عمليه ان احنا ننبه ان اذا شفت بعض الاثار اللي هي تدل على عمليه التعاطي احنا المفروض نتابعه ونركز عليها. دائما انا اقول المخدر مثل السرطان، اكتشافه مبكر حالة إذا حالة أنه دخل هذا الشهر. طيب عام بعد عام تختلف دكتور جمعة، يعني موضوع التوعية هذا تلمسون اختلافا بأنه التوعية نسبة الوعي أكبر إن كان في لدى الأسر كما قلت، يعني في العديد من العوامل بالمدارس هناك أيضا تركيز أكبر على موضوع رفع الوعي؟ صحيح، نقول وسائل التواصل الاجتماعي فيها جانب إيجابي فيها جانب سلبي، فاحنا دائما نحاول نركز على الجانب الايجابي، نستفيد من وسائل التواصل نبعث مسج شموليه اكثر وانتشار اكثر بين الاسر والعوائل. المسج هذا يحتوي على بعض الارشادات الخاصه اللي ما نتكلم عنها. دائما نوجه الاسر لعمليه التكاتف والتواصل معنا في حال وجود اي شبهات، فبالتالي وسائل التواصل في فيها جانب سيء او جانب سلبي اللي هو يمكن الاشياء اللي تعلم للتعاطي، في المقابل احنا نستخدم الجهه الثانيه بنشر التوعيه من خلال وسائل التواصل. أنا أشكرك جزيلا، كنت معنا من دبي المقدم دكتور جمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.